الله كنحكي اليوم عن كثرة ويكي صغار. أول شيء حتى نعرف شو هو الويكي صغار لازم نعرف شو هو الويكي. فتقنية الويكي بالأصل، الويكي ككلمة هي معناها بلغة جزر هاواي السرعة. بنعرف هلا إن شاء الله ليش. أول شخص أنشأه كان وورد كونينغهام اللي أنشأ أول موقع ويكي ب 25/1995. كان أول واحد اشتغل على فكرة الويكي. بإمكانكم تعرفون مسألة ويكيبيديا؟ مين سمعان مسألة ويكيبيديا؟ مين سمعان؟ تمام. كنا بنشتغل على مسألة ويكيبيديا واللي هي بتعتمد على تقنية الويكي اللي بنحكي عنها هلا. إذا لاحظتوا إنه دائما الويكيبيديا بيكون في بأي مقال بيكون في كلمة عدل صح؟ إي فأنا فيني أكبس وأشتغل على الموضوع. اللي أنشأ ويكيبيديا اللي انشا الويكيبيديا هنون هذول اثنين جيمي ويلز ولاري سانشيف. طيب على شو بتعتمد هاي التقنية؟ هلا هي تقنية كثير بسيطة وكثير سهلة، هي بس تعتمد على مفهوم التشاركية، يعني نحن اللي رح نعمله بالويكي انه انا اي مثلا انا بال فرضا انتم هلا يمكن طالعين على الجامعات كلكم او بالمدارس اخذ درس او محاضرة فرضا عن الانسولين. فرحت فتحت موقع الويكي وقلت خليني اكتب شوي عن الانسولين، فتحت موقع فتحت صفحه سميتها انسولين وكتبت اللي انا بعرفه عن الانسولين. فهذا هو ببساطه مفهوم الويكي انه انا رح فوت واكتب المقال اللي انا بدي اياها. نحن رح نتعلم التشارك مع بعض. يعني انا كتبت المقال اللي انا كتبت عن الانسولين فرضا قلت انه الانسولين تنتج خلايا الفا اللي بالبنكرياس. بس هون في غلط انه خلايا بيتا. فاز واحد ثاني قرأ المقالة شاف انه لا خلايا بيتا. هو ببساطة شو رح يعمل؟ رح يفوت على كلمة عدل ورح يكتب لي رح يقيم لي خلايا الفا ورح يحط خلايا بيتا. فنحن بهي الطريقة اي واحد بيقدر يفوت مثلا ممكن واحد يفوت يعدل على اشارات ال علامات التوقيم تمام. ممكن واحد يفوت يعدل الاخطاء الاملائية مثلا. طب انت كاتبة صح؟ جو هو كتاب غلط يعني هو مين حيالله حيالله حدا بيعدل بيعدل عن فكره الوصفيه بعد شوي. فالفكره الترويكي هي انه نحن كلياتنا نشترك بكتابه مقاله. يعني بتكون يعني نحن ننبت فكره المقاله الكامله اللي بده يكتبها شخص واحد، واحد يقعد يشتغل سنه ليكتب مقاله كامله عن كل شيء بالانسولين، هذا الشيء نحن ما بدنا اياه لانه هذا الشيء متعب جدا بالنسبه له. فنحن رح نعمله، انا بعرف شغله بكتبها، انت بتعرفي شغله بتكتبيها، انت بتعرف شغله بتكتبها، وهذا الشيء اللي بصير عندنا مقاله كامله. فببساطه حدا فتح التحريح، عدل اللي بدك اياه وحفظ. هلا الهدف اللي بدنا اياه هو دعم المحتوى العربي على الانترنت، اذا لاحظتوا نحن دائما لما بفتح على جوجل بنلاقي افتحوا اي شيء بالانجليزي رح تلاقوا مواقع علميه رائعه ومعلومات رائعه، مش كلها انه هي بالانجليزي ولازم تاخذ الترجمه. بس لو انا بدي افتح على العربي فغالبا رح الاقي منتديات وغالبا المنتدى رح تروح تكتب لي منقول منقول منقول، يعني دائما بفتح هي الصفحه بفتح الصفحه اللي بعدها انه والله نفسهم يعني انه نسخ ولصق تماما مثل ما هن. فاللي نحن بدنا اياه نحن نغني المحتوى العربي. الموسوعه اللي بنشتغل عليها اسمها ووركويك ان شاء الله يعني نتعاون كلياتنا لحتى نسوي موسوعه عربيه ممكن اي شخص بيحتاج معلومه انه هو يفوت على هي الموسوعه ويشتغل فيها. وطبعا جدا ضروري مفهوم التشاركيه، نحن ما لازم يكون عندنا كثير انانيه بالعلم لانه العلم حتى يكبر لازم يكون في تشاركيه. هاي هي ووركويك الصفحه الرئيسيه. بتدخل لما تكون سجل بيكون ان شاء الله هذا هي صفحه التحديث. لما بنحس على عدل فبيطلع لي هي الصفحه في كذا خيارات انا بدي اياها اني اغير الخط حط روابط حط صور اي شيء انا بدي اياه. الفكرة ما بدها وثيقية هذا النوع من التقنيات اللي سألتني عنها. نحن رح نعتمد على يعني أول شيء عندي إذا لاحظتوا قبل شوي كان في عندي أعرض التاريخ جنب كلمة عدل. فلما أنا بدي أحط أعرض التاريخ رح يطلع لي كل شخص فات وعدل على هالمقال. مثلا أنا ديما فتت كتبت مثل المثال اللي قلنا عنه مثلا كتبت الأنسولين كتبت اللي هي ألفا من خلايا ألفا بالبنكرياس. فات مثلا شو اسمك؟ أبي. فات أبي بعدي قام قال لي لا مو خلايا ألفا خلايا بيتا قام راح عدل. رح يطلع لي بصفحة التاريخ هو أول شيء إنه ديما شباط
انشأت مثلا هي الصفحة، اللي بعدها بيطلع لي انه أبي فاد وعدل، فأنا بعمل مقارنة بيناتهم بشوف أبي شو عدل. فأول فكرة انه أنت رح تعدل باسمك، فأنت أي شيء رح تكتبه غلط رح يبين، دغري، أي تعديل حتى لو كان بسيط هو رح يبين على التاريخ. الفكرة الثانية والأهم بموضوع الصوتية، قلت لي إنه كلكم بتعرفوا ويكيبيديا، صح؟ وكلياتنا لما نطلع معلومات بالعربي غالبا بنفوت على ويكيبيديا العربية، ما هيك؟ طيب ويكيبيديا شو اللي خلاها؟ إنه هي نفس التقنية تماما، هي ناس بفوتوا وكل واحد بيعدل على كيفه، بس الفكرة إنه لما يكون عندي عدد كبير من الناس عم يشتغلوا على نفس المقالة، فهذا الشيء ما رح يخلي مجال الغلط كثير قليل. يعني انا لما اوصل، يعني احنا بدنا اياها ان شاء الله انه كلياتكم بعد هي المحاضره باذن الله تفوتوا على الويكي وتجربوا تشتغلوا عليه. ان شاء الله حنسوي لكم كمان ورشات. فلما كلياتكم تفوتوا كل واحد اكيد مثلا انا بعرف عن يوسي، انا بعرف عن الاسبيري، انا بعرف عن القلب، انا بعرف عن السي بلس بلس، عن اي شيء، فلما رح يفوت رح يشوف خطا رح يعدله. لما غيري رح يفوت يشوف انه في غلط كمان رح يعدله. فنحن كلياتنا رح نعتمد على حكمة الجموع، إنه الناس كلياتها مستحيل تجتمع على خطأ. يعني هامش الخطأ كثير صغير. كمان اللي بنعرفه إنه وسائل ويكيبيديا هي وثوقيتها كانت كبيرة لدرجة إن هي كانت أكثر وثوقية من موسوعة بريطانيا إذا بتعرفوها. الموسوعة البريطانية اللي هي جدا يعني أعظم موسوعة بالعالم. فكانت ويكيبيديا وثوقيتها أعلى من وثوقيتها، ليش؟ أعلى من وثوقيتها بريطانيكا. لانه بريطانيكا هي كتبت مره واحده على ورق، فالتعديل عليها مستحيل. نحن نعرف ان العلم دائما متغير ومتجدد، فدائما عم يكون في اكتشافات جديده، دائما يعني مره بيقول لك انه هاد ما عرفنا شو وظيفته السنه اللي بعدها، لا عرفنا شو وظيفه هذا الامر مثلا. فدائما المعلومات متجدده، اي موسوعه ورقيه هي موسوعه مكتوبه على الورق، كتبوها علماء ما اختلفنا، هن يعني مفكرين رائعين اكيد، بس كتبوها من زمان. فنحن لما عم نستمر على تقنية الويكي عم نعتمد دائما على شيء متجدد، يعني أنا دائما فيني أعدل، دائما نزل شيء جديد أنا فيني أكتبه، فيني أشتغل فيه. كافي هيك موسوقية؟ هلا نحن الأفضل طبعا حنشتغل عن مفهوم الويكي للكبار، بس هيد مفهوم التشارك ومفهوم إنه أنا أقبل إنه أي حدا يفوت يعدل لي على المقالة اللي أنا كتبتها. كثير عالم ما بيقبلوا هذا الموضوع. لازم ينبنى من الصغر، يعني انا لازم اخذ الفئه الصغيره من المجتمع اللي هي رح لما تكبر مع هي الافكار، مع مفهوم التشارك، مع مفهوم انه انا بدي اطور وبدي جدد وبدي حدث. فمشان هيك نحن كان لازم نشتغل بيوكي صغار. هي كانت محاضره تعريفيه الاستاذه ندى البني اللي عطتها، استاذه ندى البني استاذه كليه المدرسه المعلوماتيه، وهي كان لها فضل بالويكي وفي كل النشاطات. بلش لما فكرنا بانه عنا ازمه بالمحتوى العربي، لما الطفل عم بفوت على النت وعم كل شوي يعني شوي عم بسحبه لعندها على عالم افتراضي، ما عم بيلاقي الشيء المفيد بالنت، فعم يتجه نحو العاب او نحو مشاهده صور، وممكن الصور تسحبه لصور. فبعدين فهون صار لعنا طبعا اذا بنقارن مع اللغات الاخرى مع الشعوب الاخرى، بنلاقي الشعوب الاخرى عندهم معلومات قيمه بلغتهم، شيء كمان ممكن يكون مستواها مبسط للاطفال، بينما باللغه العربيه ما لهم موجودين. طبعا نحن عندنا ازمه بالنسبه للغه العربيه انه في عندنا ازمه قراءه كمان، وما لنا مجرئين كمان نكتب المعلومات اللي احنا بنعرفها، يمكن بنجاوب على الاسئله اللي بتنطرح لنا على المذاكرات، لكن ما بنوصف ما بنقدم معلومات. فنحن حاولنا طبعا نعطي ثقافه انه نحط بالنت، مو بس نسحب منها اللي اكبر منهم، بعدين لقينا هالثقافه بتكون لها اثر اكبر لو نحن بكرنا عليهم اكثر، يعني دخلنا بالسن الاطفال وهي نعلمهم المشاركه بالمعلومه. وهون بصيروا بيقروا وبيكتبوا مع بعضهم، بينشئوا الموسوعه تبعهم، لما بيكتبوها هن بيكتبوا بمستوى بيفهموه هن، فبيجاوبوا على فضولهم المعرفي اللي هو طبيعي موجود عن اي طفل. صار عندنا ورشات في مركز رضا بجيرانا، كانت كارثة في الصليب المقدس.
مشكله بحاسوب فعم تعمل نحاس واي سي دي ال بشكل مبسط للاطفال. هي كانت عم تعاون مع الجمعيه السوريه للمعلوماتيه، فهذا اللي احنا كونه ويكي صار بدها تحكي عن الجمعيه السوريه للمعلوماتيه، هذا الشيء اتاحنا انه نحن نقدر نعمل ورشات معهم. عملنا انه كل طفل كان سفير لدوله، اي دوله كل طفل بياخذ دوله وبيجمع معلومات عنا، بيقدم معروض وبعدين بيكتب المعلومات اللي اخذها ويكي صغار، واخر شيء كان في تكريم لافضل العروض. كمان كان عندنا نادي البيئة للأطفال بيتعلموا عن البيئة، فكان الفكرة اللي عملناها إنه دمج بيتي صغار ونادي البيئة، بحيث إنه الأطفال كل شيء بيتعلموا بهذا النادي ممكن إنهم يرجعوا على البيت ويكتبوه بيتي صغار، فيحسوا بفائدة أكثر و يعني حتى رسخ المعلومات أكثر بسهولة. كان في ورشات تدريبية مؤسسة للمتطوعين، طبعا إذا بدنا إحنا ندرب صغار فإحنا أول شيء لازم ندرب الكبار حتى يدربوا صغار، فكان في عنا دورات للمتطوعين. كان عندنا كل سبت بالجمعية المعلوماتية لقاء لويكي صغار. واحدة من اللقاءات كان ويكي صغار رحنا الثلوج، بتذكر بشهر شباط كان كثير ثلج، كان ينزل ثلج من الناحية اللي بتنزل. فإحنا كنا بال آي تي بلازا هون كنا عم نسوي هذا الورشات. واللي عملناه انه عملنا مسابقة للأطفال، كان على يومين، ثاني يوم اللي كان ثاني أسبوع، كان الأطفال لازم يحضروا مقالة يكتبوها، فكنا نقيم المقالات وطلع عندنا فائز، حطينا صورة على الصفحة، كان فائز إبراهيم شواط محضر مقالة الحشرات في مرة الإنسان. وبالأسبوع الورشة الثانية كانت فيه صغار أطفال عجائب، أطفال عجائب كان تسمية الأطفال نفسهم هم اللي سموا هذه الورشة، وكمان عندنا مسابقة، وكمان كان عندنا فائزة هي مقالة الألم هاي أبو بكر. هلا في حدا سمعنا قصة مشاعر الداعي؟ كان نعرف انه دائما بيكتبوا على الكتب حقوق محفوظه وهذا الكتب مستبع السي، فلانه من كوبي رايت، فاحنا كان في حقوق مكيفه بي اتش دي بالكوبي رايت والى اخره. المميز كان ويكي صغار هو المميز ويكي صغار انه هو اول مشروع عربي بيعرف الاطفال على بحث المشاعر الابداعيه. المستخدم اللي بده ياخذ عملي لازم يكتب اول شيء اسمي هون انه هو يعدل، بس لازم يخلي لي نفس الشروط هون انه هو ما بصير يبيعه، هون انه هو بصير يعدل، هون ما بصير يعدل. تمام هون اول شيء فتنا على موقع كرييتيف كومونز، كتبنا صفات ويكي صغار الجمعية العلمية السورية المعلوماتية، وكتبنا انه صفات ويكي صغار بالدولة اللي نحن كنا عم نكتب عليها، وكتبنا عنوان العمل انه صفات ويكي صغار بالدولة اللي كنا عم نكتب عليها، وسمة العمل اسم الجمعية العلمية السورية المعلوماتية. حتى هلا انا بفرض انت مثلا عملتي عمل بدك ترخصي، شو بتعملي؟ طب الرخصة؟ اي شو الرخصة؟ اكتبي الرخصة تبع العمل اللي عملتي واشرحي لنا عنه. هذا الموقع
الشباب بيسجلوا معنا بدل ما يشوفوا بيطلعوا جميع المعلومات على الرقم بتاعها. قديش نوعها؟ هذا غلط. أو بتبعثونا على هذا العنوان زي بعثتهم لك بين 10 وال 16 في اليوم بتدرب معنا بالمشروع. فبتسجلوا اسمهم عن طريق الايميل او عن طريق التليفون. يا ايميل يا معلم الأطفال شلون يقسموا المقال بطريقة علمية، يعني إذا إيه شوف المهم في عندنا المحتويات فيها الأفكار الرئيسية اللي بنحكي عنها، لازم نتوش عن فكرة عن شتى أجزاء. رح نلاقي إنه هذا اللي كتبه مجد شاكر وهذا اللي كتبه صار إسرائيل. مجد شاكر كان كاتب مثل طاقة فهذا واللي أضافه صغار هو قالب البيئة وتصميم دولة الناتبين. القالب هو نقدر نسوي أي مقالة.
شكرا محمود.